يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان طالب علم ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكذلك أخلاقه لا يرى منه الابتسامة لإخوانه، فما حكم طلبه للعلم؟ لأنه مقصر، يعتبر مقصرا، طلبه للعلم خير، طلب تبي تنهاه عن طلب العلم، طلبه للعلم خير، حثه على طلب العلم وحثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.